أحد المظاهر الشعبية الأصلية في مصر، هو أيضاً واحد من الفنون الفلكلورية التي نالت اهتمام الفنانين والدارسين، حتى أن البعض قام بدراسة أكاديمية لظهوره وتطوره وارتباطه بشهر الصوم، ثم تحويله إلى قطعة جميلة من الديكور العربي في الكثير من البيوت المصرية الحديثة. حيكون فرح وثلاثين ليلة، حنغني ونعمل هالليلة. حيكون فرح وثلاثين ليلة، حنغني ونعمل هالليلة. استخدم الفانوس في صدر الإسلام في الإضاءة ليلا للذهاب إلى المساجد وزيارة الأصدقاء والأقارب، ولكن ما هو أصل الفانوس؟ هناك العديد من القصص عن أصل الفانوس. أحد هذه القصص أن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق. كان كل طفل يحمل فانوسه ويقوم الأطفال معا بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيرا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان. حيفطرهم ويسحرهم والخير جايبهم، آه حنغير إن على كشاف والفل. هناك قصة أخرى عن أحد الخلفاء الفاطميين أنه أراد أن يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها. وتروي قصة ثالثة أنه خلال العصر الفاطمي لم يكن يسمح للنساء بترك بيوتهن إلا في شهر رمضان، وكان يسبقهن غلام يحمل فانوسا لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق لكي يبتعدوا. بهذا الشكل كانت النساء تستمتعن بالخروج وفي نفس الوقت لا يراهن الرجال. وبعد أن أصبح للسيدات حرية الخروج في أي وقت، ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس، حيث يحمل الأطفال الفوانيس ويمشون في الشوارع ويغنون. أيا كان أصل الفانوس، يظل الفانوس رمزا خاصا بشهر رمضان خاصة في مصر. لقد انتقل هذا التقليد من جيل إلى جيل، ويقوم الأطفال الآن بحمل الفوانيس في شهر رمضان والخروج إلى الشوارع وهم يغنون ويؤرجحون الفوانيس قبل رمضان ببضعة أيام، حيث يبدأ كل طفل في التطلع لشراء فانوسه، كما أن كثيرا من الناس أصبحوا يعلقون فوانيس كبيرة ملونة في الشوارع وأمام البيوت والشقق وحتى على الشجر. ويعودوا عليكم في سعادة، واللي يزكي له جناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. حيكون فرح وثلاثين ليلة،